بيجي السائل المنوي الزوج بيجيبه طبعا في كاب معين بيتحط عليه اسمه، اسم زوجته في اعلى درجه من الدقه طبعا. بيدخل عينه السائل المنوي في الغرفه هنا، بيتحضر بطرق معينه، بيتجهز السائل المنوي، بيتلف بطريقه معينه عشان ناخد احسن حيوات منويه، وبيتحط في كاب او طبق معين عشان يتنقل للتحضير لحقنه في البويضات. وبعدين بنسحب البويضات في مكان لسحب البويضات، بنشوف البويضات حاجه اسمها OR، بنطمن على البويضات موجوده. وبعدين في مكان تاني بتتاخد البويضات دي، بتبتدي تتقشر البويضات. وبعدين بعد كده بعد ما السائل المنوي بيتحضر بننقي الحيوانات المنويه، وبنبتدي عمليه حقن الحيوان المنوي جوه البويضه بطريقه دقيقه جدا. فيسعدني ان انا اسحبكم في جوله داخل معمل الاجنه. دلوقتي بعد ما حقنا الحيوان المنوي بالبويضه، هنا بقى بنتابع تطور الانقسام بتاع الجنين من اول داي 1، من اول ساعه بنحقن بيها الحيوان المنوي بالبويضه، من اول ساعه انقسامه. هل الانقسام ده سليم مش سليم؟ دي دلوقتي دخلنا في 4 خلايا، اللي هو اليوم الثاني من الحقن المفروض بيدينا 8 خلايا في اليوم الثالث، وبعدين بيعمل حاجه اسمها موريلا اليوم الرابع، وبعدين بينتهي بلاستوسيست اللي هو اليوم الخامس. بنتابع التطور بتاع انقسام الجنين وهل هو تطور سليم ولا لا. دي من اهم التقنيات اللي وفر لنا هنا المعمل بحضانه بنسميها الامبروسكوب او الحضانه الذكيه، اللي احنا بنتابع على مدار اللحظه، على مدار الساعه، تطور وانقسام الجنين. فبنتابع انقسام الجنين السليم، هو ده اللي بنرجعه او بنزرعه في الرحم، وبيدينا نسبة حمل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، نسبة حمل عالية جدا.